شاشة هذا الصدق والواقع ما هي بأي شاشة. عشق المراجل جميع عشق المراجل ولو إنها للشباب يا عبد الله. أبدأ من لي اللي في وجهي اللي انا اظهر هذا العين صح؟ ابدا. السلام عليكم، مساكم الله كل خير ان شاء الله. عندي مبادره اللي هي مبادره دعم فريق حسين الصيعري. تتكلم المبادره عن الصداقه، فالصداقه بحر بحور. ارحبوا، مرحبا ومسهلا. الصداقه بحر بحور الحياه العميقه، هي كنز من كنوز الدنيا. إذا أمتلكناها أمتلكنا كل شيء، والصديق هو مذابة الأخ الذي لم تلده بل خلق لك الظروف. فمن المهم أنه يحمل لك من المشاعر الصادقة. كل ما الصداقة لا تعني البقاء مع الصديق لفترات طويلة من الزمن، ولكنها تعني البقاء على العهد والوفاء والحب مهما طالت المسافات أو قصرت. أعظم ما قيل عن الصداقة أنا ظلي وخلي ورفيقي روحي، أن أنت كالمكان الذي أحارب خوفي. وجدت بك كل الرفاق والأحبة، كل الأشياء الثمينة والسعيدة التي كل الأيام المطمئنة والليالي الهادية السكينة. وجدتك فوجدت المعنى الحقيقي وراء كل الابتسامات التي تبقى معلقة على وجهي لساعات طويلة دون زول. فلا شيء عادل أن يكون المرء خليله في الجنة معه، وأن الصديق الصالح ليأخذ صديقه معه إلى الجنة أو يأخذه إلى النار والعياذ بالله. فبناخذ مبادرات مع اخواني عن الصداقه وكلام عن الصداقه ومواقف. فنبدا بسلم عد. اول شيء اقول مرحبا ومسهلا يا اخوي حسين، الله يحييك حيا المطرك، واقول الله يبيض وجهك، وجهك ابيض، على الفقره الطيبه، وجهك ابيض، وعلى الموضوع اللي تطرقت له اللي يومي قال يحسب لك. والله يا اخوي طول عمرك. اي والله، من ناحيه الصداقه يا طول عمر السلامه، الصداقه لها امور كثيره من ناحيه فضلها وميزاتها. يكفيك يا طويل العمر والسلامة أن إذا في خاطرك سر ولا في خاطرك شيء مضايقك، أنه ما بتبدي ذا السر إلا على صديق لك مقرب. بعض الأصدقاء يا طويل العمر والسلامة شروا من عندي صاروا أقرب من الأخوان، أقرب من أخوك اللي من أمك وأبوك. تبدي عليها أسرارك، يحل مشاكلك، يوقف معك في فرحتك، يواسيك في ترحك. الصديق أنا أقول أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى إذا كان شروى من عندي. فالصداقة يا طول عمر السلامة اللي تعمق فيها يشوف لها فضل كبير من ناحية الوقوف في, 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 في السراء وفي الضراء. تفتخر قدام بني عمك وقدام محبينك لجالك فرحة مثل زواج ولا جالك شيء من أمور الحياة، وتعين شروى من عندي يا طول عمر السلامة بادين عليك بالسلام وبالكرامة. في الدنيا على ما قال الدنيا فيها نواميس، واكبر ناموس في الحياه خوة شروة من عندي. سلامتك سلامة السامع. طيب ومعدي لبيه، نبغى منك موقف صديق معك او موقف لك شخصيا او سمعت بسالفه نفس الموقف، صديق معك وقعدتوا الوقت طويل وجاكم سبب الفراق. سبب ودنا انك تذكر الصداقه وسبب الفراق، يعني ما هو بمساله سبب انها انقطع وراح كانها اخذت الايام توفى، اعطنا السبب. والله يا طويل العمر السلامة من ناحية الموضوع ذا والله وايد فيها خوي اللي يا طويل العمر السلامة شروه من عندي. الرجال دخلت معه في الحياة ورحت أنا وياه وجيت وأنا صغير سنه وهو أكبر مني تقريبا بأربع سنوات ولا خمس سنوات، وعملت أنا وياه سوا في مجال عملنا، وأنا كنت عنيد ومعاكس من جميع الأمور. والرجال اللي وجهني بعد وفاة أبوي الصدق في عملي، وجهني الرجال ودرى اني انا باختصار درى اني يومي قال صامل ولكن امشي على الشعور اللي في راسي. وبعدها يا طول عمر السلامه بفتره عرفت الخوي ذا انه هو الصح، مشيت على كلامه، مشيت معي اموري. تزوج الرجال وخذله ثلاث سنوات ما جاله عيال، يعني من قوه علاقتي انا وياه. اول ولد سماه بي وكبرت علاقتي انا وياه، وحصل بيني وبينها اختلاف، ما هو بزعل، اختلاف على تجارة وما تجارة، مال وما مال.
أنا لاحظت في الناس اللي قريبين مني ومنه بدأوا يشبون نار الفتنة بيني وبينه. في النهاية أنا أذكر أنه مرسل لي أبيات وقتها وقت المشكلة هذيك الأيام. الرجال أنا وياه سوا، لدرجة في ناس يجون يقولون يا سالم كيف ترجع لخويك ذا ولا تصاحبه وهو ماخذنا يعني جحدنك في حلالك ولا من الكلام، ولا الرجال ما جحدني في حلالي ولا بيني وبينها إلا مزارق الطيب يوم خلقت أنا وياه. ويروحون له ناس يقولون إن كيف ترجع تخاوي سالم وسالم ما تخلص الله يشبون الفتنة. أذكر أنه مرسل لي أبيات أتوقع أنها للشاعر الكبير سفر الدغيلبي، يقوله منها شطرة ونص شطر، يقول بذورة بداية بذور المشاكل من الحكاية، يمكنها عندك يا محسن. المهم في شطر يقول بداية بذور المشاكل من الحكاية، وفيها يقول حط يدي بيدك. فأبو سالم جعل ربي يطول في حياته، وخوي لي وهو صديق عمر، ويكفيني أن أبو سالم بدايتي في البرنامج أنها دعمني ماديا وصوت لي، والساعة 4:30 مغرب جايني بتقريبا 10,000 كاش يقول روح صوت باي أبو معدي، ما عرفت أصوت لك. هذه من المواقف اللي حصلت لي وأبو سالم عزيز وغالي، وإن شاء الله نصدقتي أنا وياه دائما لن يروح أنا وياه لن يروح واحد منا من على وجهه. تروحون إن شاء الله تلتقون في الجنة بإذن الله. جعل ربي يطول عمرك وعمرك عمرك طويل نفتك والله ليهينا. أسلم يا زياد، نفس سؤال سالم، ذكرنا موقف عن الصداقة وسبب القطيعة. الله يبيه طول عمرك سيد، طول عمرك، عمرك طويل نبي، بيض الله وجهك على الفقرة الجميلة. وجهك أبيض وجهك. والله أبو معدي مثل ما قالوا ما دخلنا شيء، بس من المواقف عما قالوا الأخوي ما له خوية ولا صديقة. صديقك بيوقف معك في الزين، في فرحك، في حزنك، في حتى في مواقف خاصة بينك وبينه. لا ضقت رحت الخوية وعديت موضوعي واستشيره في بعض الأحيان، بعض الأخويات تقول ودي إنه أخوي. ومن المواقف اللي حصل فيها خلافات اللي هي في خوي اللي كنت انا شاري الحصان، وراح خوي وقال بدور لي حصان، ورحت وشريت له حصان وهو معي، والحصان قلت الحصان ذا جاهز لك ناخذه، قال جاهز لي الحصان ذا ما شاء الله. جينا وشليناه وحطيناه في المربط عندنا، خذ الحصان عند الرجال اسبوع اسبوعين، دخلنا سباق، شاركت انا وشارك قلبي شارك معك، كنت مرحبا ومسا، بس ترى كذا 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 يعني هو متحدي؟ لا مو متحدي، لا والله مو متحدي، بس يقول دخله معك وخليه يشارك في نفس السباق. قلت يا رجل حصان يبي له شغل يبي له، قال ابيك تشغله، وسباقت يعني ما اسبوع اسبوعين ما تكفيها عشان يجهز الحصان. شغلته اسبوعين وحصاني كان شغال من مبطي، دخلنا الشوط فزت انا وخوي جاب الرابع وسط الخيل، وبارك لي وتحتفل معي وفرحتنا واحدة. رجعنا الخير لاصطبلنا، خذ 3 أيام الرجال جايني، أنت ما فوزت حصاني، أنت غاش حصاني، أنت ما شغلته زين، ما رتبته زين، سمع من الناس. جيت أنا قلت والله أني مشغله، قال احلف لي دين، حلفت له دين أني مشغله، قلت لا تسمع الناس اللي برا ولا اللي يعلمون عليك. وأنت ويا أخوة من زمان؟ ومخوتنا من زمان ولا ذا الحين الحمد لله ونشكر. في ناس تحرض وتسبب مشاكل، لا حد يرخي اذنه للناس وياخذ عليها رجل صحيح ويقطع خويه، لانها صارت واجب. ناس ما ذكروا اخواني سالم وزياد. طول عمرك. الله يهينك يا زياد. من قال ما يهانيك؟ حلال يا سلطان. نفس السؤال، الله يبيك طول عمرك. وشي الله يبيض وجهك على الفقرة الجميلة هذي. وثاني شيء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليك. هذا يا طويل العمر خوي اللي جعل ربي يرحمه. اللهم امين. فترة طويلة أنا وياه سوء، طلعاتنا وكشتاتنا وسفرياتنا مع بعض، أسلم ويعرف اللي وراه يريدوني ويعرف اللي وراه يريدون، ودائما حنا مع بعض لدرجة والله أني هنا وبيجيني يقول عطني دراهم أبغى لي حاجة، ولا مني أنا احتاجت لي شيء جيت وقلت له من قوة الصداقة، ونوب ألبس ثوب وهنا بيلبس ثوب من قوة الخوة اللي بين. يجي هاك اليوم جاء له ان شاء الله الله يرحمه ان شاء الله المغرب، ارسل لي رساله قال انا مسافر بكره وتبغى شيء محتاجه، قلت الله اني يوفقك يستر عليك تبه عمرك. رقدت انا بعد رسالته رقدت، جات الساعه 8 الصبح جاني اتصال صحاني، صحيت ولقيت رقم رجال انا عارفه بعد، رديت عليه السلام عليكم، عليكم السلام صباح الخير وين؟ قلت في البيت. قال عظم الله هجرك بخويك. قلت انت شو تقول؟ صادق؟
قال الله الله اخويك صار على حادث توفى يطلب السماح. قلت وين الحين؟ قال الرجال انا ما صلوا عليه الحين يصلون عليه الظهر. الخبر كان صدمه لي صدمه قويه ولا استوعبتها. مالك؟ لا يا امي ركبت سيارتي ورحت المسجد صلينا عليه ودناه المقبره ورحت دفنته بيديني. الله يرحمه ان شاء الله. جعل ربي يرحمه. والله اني اتذكر المواقف الحين معه الله يرحمه ان شاء الله ويغفر له. يا رب. بعض الصداقه اتباهي حتى على الاخ لاخوه والزود، وناس ما ذكر سلطان الله يرحمه ان شاء الله يسكن هالجين اللي هو خويه، يقول هم يتبادلون الملابس من قوه الصداقه، فالصداقه تزود جدا جدا. اللهم لك الحمد والحمد لله ما نسيت خوته اليومكم ذا. الله يرحمه الحمد لله يسكن هالجنه. اتصدق عنه وان شاء الله انها تبات تنفع ان شاء الله. واللي لا صديق ولها خوي ولا عزيز وغالي وراح في الدنيا نفس ما ذكر سلطان قصته وفاه نفس ذي ومسلمه له، فاللي يبغى يطفي اللي في داخله من انهيار ومن شوق ومن صدمه يتصدق عنه بالقليل، وباذن الله يتقابلون في الجنه ان شاء الله. اسلم يا محسن. الله يطول عمرك. ان شاء الله يبيض وجهك على الفقر فيه. بس صاحب والله السوالف واجد، الصاحب ساحب. لكن في مثل ثاني بعد يقول المرء من جليسه، ودنا الواحد ما يخاوي الا الطيب ولا يصاحب الا الطيب. في من السبعه اللي ظلهم الله في ظله يوم لا ظله الا ظله شخصان تحابا في الله وتفرق عليه، في يعني مسالتهم هي بسيطه. وعسى الله يرزقنا وياكم بالصحبه الطيبه وبالرفاقه اللي شرواكم. وهذا علمي سلامتك. ما عندك موقف حصل لك؟ عندي مواقف خاصه لي يا ابو مر. ها اسلم استر. مرحبا. الله يسعدك. الله يبيك طول عمرك. بيض الوجه عدل وغيره. وجهك ابيض ما ابدا. الله لا يهينك وبيض وجهك. ما يهون ابدا. والسوالف والمواقف وايده. ما ادري شنو عنده شنو خلي. اطرف موقف اذا ودك. اطرف موقف طول عمر هذا رفيق لي طول عمر طبعا عايشين تخاف يقول عايشين على البركه. هذه عايشين على البركه. حسنا. وكان يطول عمر على قولتهم لا طفر جاني ولا طفر جيدك، واحد منا يطول عمر على الدعسه. المهم يطول عمر دخل لي شركه ان امورها زينه تمشي الحال. هو كان المفروض يجيبها كان سحب له مديونيه، دخل شركه مديونيه وراح. سلام. وجاء عليه غاب خدمات. المبلغ مو بقوي بسيط. المهم يطول عمر ورحت يطول عمر قلت اكمل عليك حكي من اياها جد اكمل عليك، قال المبلغ بسيط. وتزل. وراح يطول عمر واسحب اللي من القرض اعطيه اياه تسدد عشان نسافر سوا ونعود خلينا ننزل. سلام. وعز الله خلص اموره وتوصفي داوم عيله وثن زينه توظف ترسم وكثر خيره. مع الوقت يطول عمر يوم اسطان الرجال اسطان ما عاد على خبري. سلام. مع الوقت يطول عمر ما عاد برفيق لنا خالد. تغير. ايه عقب ما كثرت الظاهر الدراهم. سلام. عقب تغير كل ما يبغى رفيق الا ما عاد برفيق لنا خالد، كل ما يبغى رفيق ما عاد برفيق لنا خالد. عقب يطول عمر فشيت فيها سحبت منها يطول عمر وحملته. بعض الاخويه كذا. نعم بعضهم يطول العمر التخاوان وياه على طرف موقف، الرجال يرتفع على شيء بسيط كب خويه. ونفس بعضهم بعض الاصدقاء انت ويا خوه تفرقتوا مده بسيطه خذها في خاطره ليش راح وخلاني سبب مشاكل تسمع العذى اللي ينصحون واللي يحرشون وكب خويه. فالصداقه ما هي عن الوقت انك معي انا وانت 24 ساعه، الصداقه حتى لو انت بعيد وانا بعيد اللي بخاطرك واللي بخاطري انا اعرفه. هذا الصداقه ولا ترخي اذنك للي يتكلمون لان المحرشين واجد والمفرقين واجد. نعم. اسلم يا عبد الله. الله يسلمك والله يبيض وجهك على هالمبادره الطيبه ما يجي منك الا كل علم طيب. مواقف مع الاصحاب واجد. وفي بيت يقول وكم من صديق لم يكن ذا قرابه ولكنه في القلب دوما من الاهل شرواك شرواك من يسمع شرواك الطيب. ممكن انا من الناس اللي اصدقاء محددين او اقله بحكم عمل الوالد. كان عندي صديق في المرحله الثانويه المرحله الثالث متوسط سلام الى نهايه الثانويه. كان والله انه ينصحني ويسحبني معه الصاحب ساحب يا يسحبك للردى يا يسحبك للطيب، لكن هذا والله كان يسحبني للطيب شروه من عندي. شروه الطيب. العلم اللي يشوفني بسويه ما هو بزين يقول يا ولد ترى العلم ذا ما يصلح عواقبه كذا كذا وخر عنه يا عبد الله جنب عنه. يا عبد الله ترى فلان فيه وما فيه ابعد عنه اطيب لك عشان لا يسحبك. فكان ناصح والله لي.
واسال الله ان يرحمه توفى وسلامة ان شاء الله تكون اجل. الله يرحمه. سلام يا علي. اقول سالم انا يمكن اصدمكم في كلامي ذا. اسلم. اللي هو محمد عبيد، محمد اخوي. اسلم. هم هو اخوي من امي وابوي. اخوي توفت امه محمد عبيد اللي جمعك لك اليوم. الله الله. وجه الله. اي والله. هذا محمد اخوي. محمد اخي. اخوي. ما هو اخوي من امي وابوي ترى. اللي جمعك الله الله. ها والله العظيم اني حتى الملامح فيها شبه. هذا طول الاعمار امه متوفي، هذا طول الاعمار عاده صغير و شطينا ما بعد، كبرنا ما بعد. ملابسي لا توسخت يوديها مع ملابسه، وملابسها توسخت وديتها مع ملابسي. ومطلعنا مع بعض ومرجعنا مع بعض وحياتنا كلها مع بعض. فهذه الدنيا تجيب لك اخوان، تنجب لك اخوان الدنيا. انا اشهد. وهذا من اخوان الدنيا. واخوي والله اني عده اخوي اللي هو عبد العزيز والله سالم. ومن زوده علاقتهم نفس ما ذكر. صدقي ولا؟ هو صدقي. يقول مو بخي على. ايه مو بخي على امه وبيه اخي محمد عبيد من الصداق مو لا ايه لكن من زوج صداقتهم قد اخي لا اخوي من الرضاعه ايه ما اي نعم والله يا علي اني توني ادري اشبه اخوك ودم والله سجل بس نعم الحمد لله حتى الحمد لله والله ونعم الخوه يا ابو منعم هذا اللي انجبت اهلي الدنيا والله العظيم اني لا احتجته ولا شيء اول والله ونعم اني اوقف معه دائما واقف معه هذا ينطبق على اهل البيت اللي قلت قبل شوي وكم من صديق لم يكن ذا قرابه ولكنه في القلب دوم من الاهل الله يحفظك اللهم الله ونعم الخوه عليكم زود حتى احنا ملاحظين من زود مياتهم مع بعض وراحتهم يجون ووقفاتهم مع بعض حتى من زود خوتهم والله العظيم اني لاحظ فيهم شبه هو اخوي الله يحفظ عليك ان شاء الله وكم للنهايه انت الدنيا وراضي معنا ماشي طيب قبل ما نروح المتعب نذكر اعزائنا المشاهدين اللي يبغى يتصل ويهدي متسابق انقاط ولكن يتكلم لنا عن مواقف الصداقه فالرقم بيطلع لكم على الشاشه تواصلوا معنا عليه السلام يا متعب مرحبا بك يا اخوي حسين الله يبيض وجهك وجه قرب دعمك على الا وجهك ابيض موضوع الصداقه ترى احس انك جبت لي على الجرح انا متعب اسلم لان لو تسالوني عن قصيده انا لي صديق ان كان لي صديق الصدقه وش سر حبها المتعب وليش يكررها؟ اسلم نبغى القصيده نبغى على خشمي سالفتها يا طويل العمر السلامه انا كان معي واحد ما اعتبره الا اخوي اللي مجت به امي علاقتنا كانت من سنوات كثير يا طويل العمر السلامه لدرجه ريجين علاقتي معه كانت مبنيه على الصدق بعيد على الكذب يبادلني الطيب وبادله الطيب والله يا ريجين اشهد الله شهاده حق زي ما قلت قبل شويه ملابسي انه ياخذها واخذ ملابسه وان ننام سوا ونصحى سوا يشهد الله شهاده حق. الين حصل يوم من الايام حتى قبل لا اذكر الموقف اللي حصل بينه وبينه ان الرجال كان يسمع مني يعني لو جيت يا حسين وقلت متعب فيه ما في ما يصدق لو تنطبق اسمع الارض. كان نفس الكلام لو يجيني احد وقال الرجال فيه ما في والله اني ما اصدق. لا حصل يوم من الايام يا طول عمر السلامه. اسلم. المايك السلام عليك صوت واضح اسلم الين حصل يوم من الايام يا طول العمر السلامه عرفت الواحد اثنين الصديق وصديق اذا شافوا مرتاحين وما شاء الله تبارك الله هل يفرقون بينهم صادق الين جاء واحد عباب الكلام قال متعب فيه وما فيه الرجال شفته تغير علي ما هو برفيقي الاول ولا هو بصاحبي اللي اعرفه الاول كل ما شافني ينسحب مني الرجال وش العلم وش سويت انا وش ما سويت خذها الكلام الله الله انا رحت له مره ومرتين وثلاث لاني ما صدقت اصلا اللي صار انه هو صدقه واكتشفت في الاخير ان احد جاه وما عاد جيت الرجال يبي يسمع مني يا براس عليك الله الله فالقصيده اللي هي انا لي صديق ان كان لي اصدق الصدقان الين التقى باحباب قلبها وخلاني انا ماني بقايل صديقي ترى خوان ولاني بقايل صاير من بينه عدواني لكن اشوف انها بدات بع الشيطان انا اعوذ بالله منك يا كل شيطاني شيطاني انا ماني بجاحدك يا صاه مهما كان وانا ماني بناسيك كذربه الايماني الايماني انا خايف انك تحطني بعالم النسيان وتنزل الصداقه كل ابوها انسان وتنساني انا عارف انك شهم ووافي وبطران لكن الزمن غدار ولا لها اماني وروح ازع على جيتك وخاطري زعلان اسوي المستحيل ان جيتني وانت زعلاني علشان اسلي خاطرك ماني ب ندماني ذني قطعت مواصلات كله خلاني ولا يا صديقي كلمة قلتها من زمان تبقى بذاكرتي على مر الأزمان ترانا مثل الأخوان وأكثر من الأخوان
وترى اللي يصيبه قبل يصلاك يصلان يحسب همومك ومواجعك وهوى الاحزان وضيق انت ضايق خاطرك يا كحلاني. الله ختام الكلام ان كان وسوس بك الشيطان تقول يا الله نعوذ بك من كل شيطان. سلامتكم. سلام سلام. حتى وهو متفرق ويا ذكر في القصيده ومادحنه وقال روح، ولكن اذا بغيتني واحتاجتني تعالوا بتلقاني. تلقاني والله من طيب راسك انت. الرب يطول بعمرك. ننصح ونوجه نصيحه اللي يسمع كلام العرب ويسحب من خويه في الصيحة بشكل عام، لا تسمع في كلام العذل. أنت مخاوي رجل خليك مع خوة وضع النقا، جاك منه تقصير شخصيا وكلام من وجه رجل شخصيا جاء في خاطرك، حتى لا تروح وتقطع خويك حلها في يوم يومين. رجل كان يعزك ويغلك بيحاكمك وبتسدون، فلا تسمع في كلام العرب. سبي حسين، مع أن الرجال أخطأ في حقي أنا متعب، أنه سمع من غيري والكلام هذا ما حصل، لكن أشهد الله شهادة حق إن شفت أنا متعب بكرة في الموقف الشين والله وبالله وتالله إني ما وقف أول واحد وجهه إلا متعب رقام. لكن أنا أتكلم كحسيس أنا بداخلي الرجال خلاص دائما مسمع من غيري خلاص. هي حسيس ما نقدر نتحكم بها يا ريجي. أسلم. يعني ما بيبقى الشخص الأول اللي كنت مسمع فيه هو قل شوي صح، بس أنا أتكلم كموقف والله إني بوقف أول واحد وجهه والله يسامح على ما حصل. شوف حسين لبيك يا منك جاء بينك أنت وخويك شيء ولا شلتوا خطاركم على بعض. انا افضل انك تتركه يومين ولا ثلاث ايام. صادق. لان النفوس تهدى. ثم عقبها رحله بالكلمه الطيبه والخاطر الزين، وخذ من راسه وخذ ما في خاطره كله. ان شانك رجال مخطي عليه فتعذر منه ما فيها شيء. وان شانه مخطي عليك علمه قال يا اخوي ترك سويت كذا وكذا. نعم. ولا هو قايل لك شيء. ف الله يكفينا شر الفتنه. الفتنه هذه تفرقت اخوان ما هو باخويا. ما ودك ان الواحد يا منه سمع عن خويه ولا شيء خلاص يقطع. روح لخويك روح له وخذ ما عنده وخذ ما في خاطره. انت فاهم انت وياه. ولا اذا جاك منه بلا وجاك شيء في خاطره ولا شيء لا تاخذ على كلامه تقطعه. لا روح صوب خويك ولا انا جاني منك كذا وكذا. احسن الظن احسن الظن. نعم. اهم حاجه في الحياه هذه تحسن الظن في كل شيء. هذه الثقه في الصداقه. اذا انك واثق في خويك وبينك وبينه ملازم من رجال يتلزم في الرجال فلا عليك في الحكام. اللي ورانا ورانا. انت واثق في خويك وبينك وبينه ما يلزم عيش وملح وخوه وطرقه وسفر، ترى هذه من ملازم الرجال تلزم في بعضهم. ما عليك في كلام الظهر. كلام الظهر لو احنا نمشي على كلام الظهر ما عاد معنا لا ابن عم ولا رفيق ولا صديق. قلت قاطع نحو العرب كله والعاقل خصيم نفسه. والله لكن انا مرت علي انا موقفي مع خويي مرت علي انا وانا في سن مراهقه في سن يعني طيشان وجهل. صح. وانا استوعبت بتالي اقول له محمد بن سيد الحياني يقول الله يبيض وجهه حي وميت والله يجعلني مبكيه ولا افقده. الصدق لي عليه الله. والله الله عليه فضل كبير ما انساه ما دمت حي على الدنيا. طيب راسه وانت تستاهله ومعك. انه وقف معي وارشدني وعدلني وانه قال لي كلام من ذيك الايام وانا اجهل بعض الامور وانا كنت متجاهل انه الكلام ذا في صالحي. تذكرت الكلام ذا قريب ان الرجال صح. عود كلامه اللي كان ينصحني اياه انا يا خويه عود طبقته. من يدان كلامه انا صحيح وفي مصلحتي. مع انها جتني كم فرصه ويدريبها الفرص اللي مرت علي ولو اني مشيت على كلامه وعلى نصيحته كان الحين طيب وبخير. فبعض الاخويا يا رجاجيل ما حد ياخذها في خويه كلام دامك واثق في خوتك بينك وبين خويك فعليك بكلام الناس. واسال الله صلى الله عليه وسلم طيب البشريه ما سلمك كلام. وأهل الفتنة ما أنت خالي منهم. إيه لا لا بد أن يجيك. والله أنا قد يعني والله أنا كانوا يجوني على واحد من أخوياي فلان يقول فيك فلان يتكلم فيك فلان جاء في مجلس وش ردي عليه؟ أنت ما تفتك من أهل الفتنة؟ قال يا ولد شيء انقال بظهري لا تقول لي. نعم. لا تعلمني به. صادق. خل خويي خليه يتكلم خليه يقول وأنت واثق في خويك ما هو قال لنا شيء. بس أنك تذبح راعي الفتنة هذا أنه ما عاد يجيك ويكلمك الكلام خلاص. نعم والله العظيم من قال لك اليوم بينقل عنك بكره بينقل عنك. طيب. والله العظيم يا رجل ما عاد جاني ولا عاد قال لي فلان قال فيك وقال فيك. تريح راسك من الكلام هذا. نعم نفس ما انا ذكرت نفس ما ذكر سلطان اللي يجيك يودي الهرج ويجيبه ودار رجاء كل يوم اكرش وخلاص. إيه؟ هذا العجيب. الله الله. ومن بعد منكم في مقاطع لكم اصدقائكم اعزاء من فريق الدعم اصدقائكم تترككم على الشاشه. السلام. عطنا اول مقطع ومن هوله مقطع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير. كيف الحال؟ عساكم طيبين جميع. نتمنى للجميع التوفيق والسداد في هذا البرنامج. الشيء الثاني احنا من داعمينك يا سالم وشد حيلك
وحنا على ما قال معك قلبا وقالبا، نسأل الله لك التوفيق والسداد ولجميع زملائك. والشيء الثاني انتبهوا من مهاب لخصم مشكلة. نسأل الله لكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أبو خالد الله يمسيه بالخير ويطول عمره، الرجال قريب مني جدا وعلومه عندي طيبة، وهو من ضمن الداعمين اللي داعميني واقفين معي، فالحمد لله اللي معي صاحب وصديق وأخو مثلك يا أبو خالد، وجعني ما تبدل فيك. سلام. طيب طونا المقطع الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسي على قناة الواقع بالخير وعلى القائمين عليها، ونقول بيض الله وجيهكم على المحتوى الطيب والشغل الطيب. عندنا رسالة لأخونا وابن عمنا محسن بن محمد السبيعي. أول شيء أبو محمد مجملنا دائم في القريب والبعيد سواء في القناة ولا برا القناة، وكله مثلتنا خير تمثيل إنه يا ابن عمك وأهلك، والله يوفقك إن شاء الله وبشر بنا بالدعم ولا نرضى بغير الأول، والله يوفقك إن شاء الله التوفيق الطيب لك ولقياك. أما بالنسبة للنصيحة، أبو محمد أكبر مني وأعلم مني ولاني بناصحة ولا تنفع فيها النصيحة بعد. الله يطول عمره ويخليه لنا. هذا عبد الله بن حضري القريشي، ولد عم واخو وصديق وغالي، والله يجعلني عند حسن ظنه وعند حسن هقوته. والله لا يهين. أعطنا المقطع اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وصبحكم الله بالخير حسب توقيتكم. ارتدى رسالة الفارسنا أستاذ المراجل عبد الله حمد القريني. أبدعت وتألقت يا أبو حمد وتربحت القمة مثل ما عهدنا بك، المكان ومكاسب النواميس، ولا زلت تبدع، استمر فالك التوفيق والنجاح يا رب أنت وأخوياك. أسلم لكن بنرد عنه، والله يبيض وجهه ولا يهينا. أبو حمد موجود لكنه من شغل وعذره معه، والمقطع موجه له من خوية، ونشكر بدال أبو حمد وكلنا واحد خوية، والله يهينا يبيض وجهه. عطنا المقطع الرابع. الله بركاته. طبعا بقول موقف حصل لي أنا وحمد حسين. حمد كل مواقفه طيبة وكل مواقفه مشرفة يشدني الله سبحانه، وأنا أقوله صادق. حمد من الأخوان اللي كلموني وأنا ما فزت ولا تأهلت للبرنامج، قال أنا مثلك ومثل نفسي ولا تشيل هم أي شيء في الدنيا، ما دامني أنا معك تبشر باللي تبعه. أقول دمت يا حمد، عسى ربي يوفقك وأنت منور الشاشة تمثلني خير تمثيل وانا اخوك. هذا اخوي حمد، وحمد انا اعتذر باسمهم، وهم موجود هو لكنه تعبان، فالله يبيض وجهك والله يجعلك، والله يبيض وجهك وانت كفو حمد كفو، والله يهينكم بيض وجهكم على المشاركه الطيبه. اعطنا المقطع الخامس. من الربع، معكم أخوكم فراج أبو ظهير. أوجه هذه الرسالة إلى أخوي ورفيق دربي علي مناحي علي، والله لو أتكلم منه لبكرة ما راحوا في حقه من الكلام الطيب. والله علي اعلم أنك نجم متألق واستمر يا بطل، والله ما عليك خوف ما دام الفارقين وراك. أنا قلت لك كلمة قبل تدخل برنامج، قلت أني متفائل فيك جدا جدا جدا. نعم وأثبت ذلك يا علي، اعلم أن خلفك جمهور عظيم ما شاء الله تبارك الله. وأنا راح أقول لكم كلمة عن علي. علي يحب يفعل الخير للغير قبل نفسه، ويحب يبدي الشيء للناس قبل نفسه. أسأل الله يكثر من ذلك يا أبو مناحي، ويطول في عمرك، وأعلم أنك قدوتي في الحياة، تحياتي لك. وأحب أشكر فريق دعم حسين الصعري على هذه المبادرة الطيبة، شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم. أقول الله يبيض وجهك يا حسين، وجهك أبيض أعطيتنا هذا
الفقرة وخليت أشكر قروب الدعم، هو صاحب الفكرة هو صاحب الفقرة، ونشكر قروب دعمك. وثاني شيء أشكر فراج أبو ظهير، له مواقف معي كثيرة ماني بناسيها، والله يبيض وجهه ولا يهينه. وأشكر فريق دعمي، وأشكر أخوياي كلهم، لأن لو أشكر فراج نسيت أخوياي كلهم ومن عد غلط. والله أني أشكر أخوياي كلهم واحد واحد، لا اللي وقفوا معي ولا اللي، يا رب يطول عمرك أبو منح، عنده مظروف. طيب عطنا المقطع السادس. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. رسالة موجهة للصلف المري. أولا حصل بيني وبينه موقف لا ينسى، وهو في يوم من الأيام كنا متوجهين للرياض أنا وأخي علي جعله في الجنة والصلف. كان عند أخوي علي إشاعة على السرطان، وعقب ما جينا هناك اكتشفنا معه سرطان في الرية، ولازم يجلس أسبوعين يأخذ فترة الكيماوي وبعدها يرجع للشرقية. فوقتها قلت الناصر ارجع وأنا بجلس مع علي، حلف إني ما أرجع إلين يخلص علي، لو يجلس في المستشفى سنة. طبعا وقتها كان ناصر ساكن معنا في المنطقة اللي احنا فيها، فجلس معي إلين خلص علي فترة علاجه ورجعنا كل بينا سواء. هذا من المواقف اللي ما أقدر أتخطاه، وناصر الله يذكره بالخير هذه من أبسط المواقف معي، يمكن الناس ما يعرفون عن طريق الشاشة. أطيب ما بتعرف ناصر الصلف، الله يذكره بالخير أبو هادي. ثانيا أتمنى أن يواصل إبداعه ويقدم كل ما عنده، وراه جمهور ينتظر المزيد، حنا معك يا الصلف وفالك التوفيق. أول شيء طول العمر أشكرك حسين على الفقرة الطيبة، أشكر على واجب، وبيض الله وجه حسين ونقول له دندن وغد، يا ربي يرحم أخيه علي يسكنه الجنة. عقاب يطول عمرك، ممكن تشوفون قد في السناب اسمع عندي اخي عقاب، ما اعتبره الاخ ما اعتبره صديق، عسى الله يطول عمره واقول له دندن وغن، لا هو ولا الجمهور اللي وراه ولا انت. كيفكم بالطيب؟ من قال ما يهون موقف ناصر الصلف مع اخو النجم عقاب، انا عندي علم به من قبل اطلع ذا البرنامج، وندلدل على طيب راسك يا ناصر الصلف. عليك والله زود. راح عندهم اشاعه، عسى الله يرحمه علي جعله في جنات النعيم، راح عنده اشاعه وهم خاويه عقاب مع علي، رايحين ياخذ اشعه، ويوم اخذ الاشعه عرفوا ان الرجال عنده المرض اللي عسى الله يكفانا وياكم شره، واخذ الكيماوي ورفض اخونا ناصر جعل ربي يطول عمره، ولا هي بغريبة على راسه الطيب، لانه رافق مع الرجال، ورافق مع الرجال يطول عمر السلام من ينخذ الله داعته. فهذه من المواقف اللي والله ان يتنومس بها يا ناصر، انك خوي لنا في هذه النسخه، وذا العلم الطيب اللي اديته عند ابن عمك، وجعل ربي يطول في حياتك. والله من طيب راسك يا ابو هادي، حتى نلاحظ طيبه معنا يا اخويا، طيبه فارق الناس الايام ذي كلها، والله العظيم انه يبدين على نفسه على كل شيء، وانه ما عطاء اللي عنده يبدين على نفسه. اي والله، وذا والله من طيب راسه ابو هادي، طيب راسه ابو هادي، انا ما خلا منه والله، يكثر من اشكالك. وعلى ما قال مثل، قال يا ابن ادم سجل لك في الصبيحه علم طيب قبل تروح من على الدنيا. انت يا ناصر صبيحتك مليان تب العلوم الطيبه، والله ما جينا من بعدكم قمنا طيب روسكم يا رب يطول في حياتك يا ابو هادي. طيب دقيقه، طيب عطنا المقطع السابع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم علي عبد الله الحصنه وفيصل اخوان النجم فؤاد عبد الله الحصنه. ايش تقول يا فيصل لفؤاد؟ اقول انت اقوم تبعي، اقوم تبعيد ونجم الجمهور، ونجم الجمهور، والفارس الأول على النسخة، فارس الأول على النسخة، والكاس الجمهور يجيبها، وكاس الجمهور يجيبه. أستاذ أبو عبد الله، وحيي قناة الواقع، وحيي الجماهير، وحيي متابعين قناة الواقع من كل مكان، وحيي متسابقين، وحيي النجم فؤاد عبد الله الحصنة، قدم الكثير وبيقدم أكثر إن شاء الله، إحنا افتقدناه هنا صراحة. وإن شاء الله نفاله الأول. من المواقف اللي صارت بيني وبين فؤاد، كنا ندرس ونعمل في جامعة، كنت أنا مدير فؤاد في الجامعة، فكان إذا حضرته يا سلام، إذا ما حضرته كنت أنا مدير عليه، إذا حضرته في العمل هذا يا سلام، إذا ما حضرته اتصل على أبوي السلطة العليا، أبوي خل علي يحضرني في الدوام، فصرت أنا إيش أحضره. هذه من المواقف اللي صارت بيني وبينه، يعني إذا حضرته يا سلام، إذا ما حضرته بحضره بحالتين. سلامتكم، مع السلامة يا فيصل. الله يسعدكم ولا انتو، شكرا. اول شيء وين التاخير؟ ها التاخير وينك؟ المعذره هسلم، ما تشوف لك معذور هسلم.
المهم لهندي الصلف اخوي علي كما وضح المقطع صح هو وهو كان مديري المشرف حقي في الشركه ذي حراسات امنيه في جامعه الباحه كان يطعم السلامه يحضرنا انت معي عبد الله دفعت على اسلم كان يطعم السلامه يحضر الشباب معي اخويانا اللي معنا في الدوام يحضرهم انا اجي اقول اسمع حضرني وبشتغل الامور طيبه لا من حضرني يضبط الوضع ودى الاوراق لدرجه انه ودى الاوراق رحت رقدت الين ينتهي دوامي يجي يصحيني يا ولد صار اخوي انا صرت احطه في مواقف محرجه صار اخوي انا اخوك ما يشتغل وحنا نشتغل لما لقوا شيء اخوك ما يشتغل وحنا نشتغل علي اخوي اذا تكلمه وقال ميد بوي شيء ولا شيء اروح انا بس ادق على ابوي يا ابوي العلم كذا 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 يدق ابوي يقول حضره وخله يرقد ما تمداهم ما داوم البس بس دي وراح ارقد اسلم الله الله سلامتك يا سلام طيب اللهم وجه كلمه لاخوك علي يا فواز اخوي علي الصغير اللي معه بعد اذكره في الكلمه اول شيء انا اعزي القبيله في وفاه عاتق بن علي الله يرحمه ويغفر له دريت بوفاته وانا عند الباب يعلم الله الله يرحمه ويغفر له واسال الله العلي العظيم ان الله يجمعنا وياه في الجنه ويجمعنا اجمعين يا رب العالمين اللهم امين وسلامتكم قال يا سلام يا حياه كنا نوجه لهم تعزياتنا والله يرحمه ويسكنه الجنه وذا حال الدنيا الحياه رايحه ما حد باقي عليها الله يرحمه والله يرحمه ان شاء الله اللهم امين طيب بخصوص الشباب اللي ما هم موجودين اللي ما حضروا عليهم خصم لكن باذن الله اني بطلبهم ولا هو بجاي الخصم اعطنا المقطع اللي بعده هذه رسالة موجهة لأخوي وصديقي وابن عمي حسين الصيعري وأقول يا حسين عسى الله يوفقك أنت نجم ومبدع ونأمل منك المزيد إن شاء الله في نجوميتك وأقول عسى الله يوفقك إن شاء الله وحنا داعمينك وفي كل شيء بإذن الله وأقول عسى الله يوفقك أنت وأخوياك وتحياتي لكم أول شيء أقول الله لا يهينك أبو سلمان والله يطول بعمرك هذا يطول العمارة أخوي أخوي ولد عمي أبو سلمان أكبر داعم معنوي ومادي وأقول أجعلني والله ما خلا منك أبو سلمان وجعل ربي يطول عمرك وجعل أشكالك في العرب كثير وجعل عمرك طويل الله يبيض وجهك وانت تستاهل طيب وحمر عين تستاهلون الطيب نبدأ وجيكم عاد في مقاطعتنا المقطع اللي بعده السلام عليكم ورحمة الله تنافس على الأول ولا به مجامل ما هي بأي شاشة ما هي بأي شاشة هذا الصدق والواقع ما هي بأي شاشة نعشق المراجل نعشق المراجل ولو إنها تتعب نعشق طيب المقطع ذا لعبد الله والله ليهين اللي ارسل المقطع وعطنا المقطع اللي بعده طيب من اللي عنده بيتين عن الصداقه وعن موضوعنا ذا الحين متطرقين انت يا محسن انت شاعر واكيد انها ليش شاعر يقول لا تحسبني جديد وتوني بادي ادور اللي بعقله نقص واتبعه جربت من كثر محداري ومسنادي ذقت الجفاء والوصل والجوع والشبعه ادخل مع الناس واعرف وين ميرادي ودري حبالها مهم من جبعه عرفت لي الف شخص اطيب من الكادي والاصفى منهم الا سته
أو سبعة إذا ترديت حدرنا بك الوادي ولا أنت بور رفيق مبار في ربعه هجفاك وانساك واقطع عرفك وعادي لو من صداقتك منقوشة ومن طبعه الرجل تقطع يده لحد الحادي ما هي في رفقة رفيق إن شاين من طبعه السلام ايش قلت انت تقول البيت تقول ما انت وش ترد وش اذا ترديت حدرنا بك الوادي ولا انت بور رفيق مبار في ربعه لاني وشو تكتكرت وقت تقول كذا ايش بالعافيه يا شيء ولا ايش بعد بس كنت اسال انا اشوف بس قلبك وضح بس اسلم يا سلطان يلوم اخوي يقول انت تغيرين علي وانت وكنت فيها ارشد ما راح اقول كلام على بعضكم انا حاضر سلطان خوي الجنب عد ما قلت اي والله خوي الجنب هلا الله بخوي الجنب خذها مايك زياد يوم اقول لكم الشعر ذي قصيده اسلم عندي سالفه من جديد شكوت قبل شوي قصيده الشعر تركي الفين سالفتها انه انقطع عن خويه فتره وخويه يلومه يلومه ليش انت قاطعنا ولا شو وكتب فيها القصيده ذي بيتين قصيده طويله ما هي ببيتين اسلم بس بعطيكم منها بيتين اللي حفظها يا خوي الجنب لا عاد تلحقني ملام وانت ما تدري وش اللي يشيل منك بي الخفايا بين حد بضلوع لها مكان اكبر من الشارقة اكثر من دبي والشارقة ابو ظبي هذا انا حافظ من هاي ابو طيب اعطونا المقطع اللي بعده مقطع توقعناه التاسع خلينا بناخذ مقطع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مستمعين ومشاهدين ومتسابقين المتسابقين جهودهم تذكر وتشكر مقدمين كل شيء ممتاز من نصايح دينية رياليتي عالي أخلاق عالية أما بتغيم وبتغيم مبدع في كل مجال شعر إنشاد رياليتي وبتغيم في كل مجال يبدع استمر يا بتغيم وحنا معك ومطير ما تسمع صهيل الحصان غير حصان ابن عمي وولد عمي وولد خالي نعم هذا زي ما يقولون الجندي الخفي هذا الدائم لي ولا حد يدي والله غير هالحي هو اللي ماسكن حساباتي هو اقول الله بيض وجهك يا ابو مصلح والله يجزاك خير وابشر بالسعد ولا عليك اقدم وتلقاني يا ابو مصلح كفو بيض الله وجهك كفو كالطيب طيب نرجع لك يا ابو معدي طيب دي شوف الصورة دي يا متعب موجهة لك هذه لك انت نرجع لك ابو معدن اقراها بصوت الصورة تعال وقف هنا اقراها بصوت عالي وقف هنا اقراها بصوت عالي يقول وفي النهاية تواصلنا مع جميع فرق الدعم من قبل المبادرة بما يقارب 10 أيام عشان يرسلون لنا وما أرسلوا ونعتذر لجميع المتسابقين اللي ما وصلتهم مقاطع بس أصدقائهم نيابة عن فريق دعمهم والعوض بالجايات بإذن الله نجوم القائل بيض الله وجههم فريق دعم نجوم القائلة وجيكم بيض ولا سوينا شيء ونعتذر من أخواني اللي ما جات لهم مقاطع لأن تواصلوا مع قريب الدعم ما جات لهم مقاطع فأسنى يوم عدي أقول يا طويل العمر والسلامة هم يسمع أقول لي بارو فيك أصدقائك ومن حطيت فيهم العشم وانت راسك طيب وكفو ومطلق معك خوي ما هو بيبور فيك وفيه بيت يقول سلامي على الروسي سلامي يسر العين على حرف عطفه وتبديله وترباسه سلامي على الروسي سلامي يسر العين على حرف عطفه وتبديله وترباسه هو الصاحب الوافي اليبر والوافي ما هو بيتعذر والمواقيف حساسه سلام سلم لي عليه ما خذه ولا خله اي والله اسلم يا فواز اسلم طبعا القصيده هاي حصلتها سالفه طويله يمكن خذت عطنا القصيده السالفه 12 شهر حولها
خلي السالفة عطنا القصيدة. خلي السالفة يعني حصل لها. يقول أنا كان لي صديقنا صدق الصدقاء والله. لو اسمع يا اسمع اخصم لي على فوات 500 نقطة. خلي الطقطقة منك. والله كنا درنا انك تقولها. خلي الطقطقة منك فوات. الله يبيض وجهك. طيب قبل وجهك ابيض. قبل ما نختم بنشوف مقطع ختام كلنا مرة. طلعنا من فريق دعمنا كنا سوينا مونتاج مقطع خاص فينا وبنشوفه على الشاشة. ولعنا المقطع. سريعوا يا الرب. مضبوط. طيب قبل ما أختم أشكر قبل كل شيء فرقة دعم أخواني العيال فرق دعمهم كلهم أشكرهم الشكر الجزيل وسهلا. وبعدها أشكر جروب دعمي جروب دعم حسين الصيعري نجوم القايلة أقول الله لا يهينكم وبيض وجيهكم على الفكرة الزينة والمبادرة الزينة. وفي الختام شكرا لكل من سعى لنجاح هذه المبادرة. شكرا لفريق دعمي على المبادرة الجميلة. شكرا وشكرا لكل فرق الدعم على تعاونهم معنا. أتمنى الجميع استمتع معنا والقادم أجمل بإذن الله. السلام عليكم. وصلنا النهاية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.